السلام عليكم. محاضرتنا هذا اليوم حول موضوع Lower Motor System. By the end of this lecture, objectives of our lecture is to know what is the lower motor neuron and about the spinal reflexes. Also, we should know some notes about the muscle spindle and Golgi tendon organ. Also, the two types of motor neurons in the spinal cord. Postural and protective reflexes, important reflexes mediated by the spinal cord, and the descending tracts of the motor system. Now, the motor system, the nerves that belong to this system are called motor neurons. Now, the neurons that are present in the motor system, and to differentiate them from other neurons like sensory neurons, neurons for vision and others, are called motor neuron. We have two major neurons or two sets of neurons in the motor system. The first one is called upper motor neuron and the other one is called lower motor neuron. Last week we talked a little about the sensory nervous system and we talked that there are three levels of neurons or three sets of neurons: first order neuron, second order neuron and third order neuron. And that was about the sensory system. بالنسبة للموتور system, عندنا two sets of neurons. The upper motor neuron اللي هو present in the spine, in the brain, خصوصا in the motor cortex, present in the pre-central gyrus of the cerebrum. من هذه النيورونز اللي هي upper motor neurons راح تنزل النيرف فايبرز الاكسون مالتها اللي هي راح تسوي لي التراكت او النيرف فايبر, وممكن تنتهي هذه النيرف فايبر والتراكت بالسباينال كورد وحتى تستلمها بالسباينال كورد, تستلمها منك اللور موتور نيورون راح تنتهي الأبر بالسباينال كورد, تنتهي على اللور موتور نيورون, وبهذه الحالة راح تطلع لنير نسميها سباينال نير اللي نعرفها تطلع لي من السباينال سيجمنت, تبدي لي من السيرفايكل وتنتهي لي بالكوكسيجيال اند ساكرال. أو ممكن تنتهي لي الأبر موتور نيورون مالتها الأكسون, ممكن ينتهي لي بالبرين ستيم وبالتالي راح يطلع لي ال 12 كرانيال نيرفز. فالابر موتور نيورون دائما يكون موجود بالسيربرال كورتكس, في حين اللور موتور نيورون موجود في مكانين, المكان الاول هو بالسباينال كورد والمكان الثاني هو بالبرين ستيم. واللور موتور نيورون الفايبر مالتها والاكسون راح يطلع خارج السنترال نيرفس سيستم, راح يشكل لي البريفرال نيرفس سيستم واللي عاده ما ينتهي ممكن بمصل او بجلاند او اني اذر افكتر اورجان. طبعا بما انه احنا بدنا نتكلم انه الابر موتور نيورون راح تبدي لنا من البرين من السيربرام, فهي اهميه الدور مالتها مهم جدا in the control of lower motor neuron activity بالطبع. لكن اللور موتور نيورون اكتيفيتي ما لها كل علاقه او كل اي تاثير على الابر موتور نيورون. قلنا السيل بوديز اوف ذا ابر موتور نيورون موجوده بالبري سنترال جايروس, في حين اللور موتور نيورون موجوده بالسباينال كورد جراي ماتر وممكن بالبرين ستيم في حاله الكرانيال نيرفز. فالعملية نعيدها من جديد, انه تبدينا الابر موتور نيورون اللي ماخذ اللون الاحمر راح تكون موجودة بالموتور كورتكس in the pre-central gyrus, راح يطلع الاكسون مالتها راح يكون لي تراكتس, التراكت جزء من هذا التراكت او واحد من هذا التراكت راح ناخذه بعد شوية راح ينتهي لي بالبرين ستيم حتى يشكل, طبعا من ينتهي بالبرين ستيم بمن راح ينتهي باللور موتور نيورون موجودة بالبرين ستيم اللي تمثل لي كرانيال نيرف نيوكلياي, ومن هالاكسون راح يطلع الى الخارج يشكل لي الكرانيال نيرف, والجزء الاخر راح يعبر البرين ستيم وكروس, طبعا هاي مهمه جدا انه كروس تو ذا اوبوزيت سايد, دائما كروس تو ذا اوبوزيت سايد بالكورتيكو سباينال تراكت نسميه, وينتهي لي بالسباينال كورد, ينتهي باللور موتور نيورون اوف ذا سباينال نيرف اللي راح تخرج بصيغه سباينال نيرف بواسطه يعني ان ذا بيريفيرال نيرف اند اوف ذا بودي. بالنسبه للسيربرال كورتكس, قلنا السيربرال كورتكس او الموتور كورتكس موجوده بالبري سنترال جايروس وتحتوي على مثل ما قلنا بالسنسري كورتكس تحتوي على ديتيلد
somatographical representation or somatographical map of the body. Every muscle in the body is represented, and every limb, every part of the body is represented in this motor cortex. And the size of this representation, مثل ما قلنا بالsensory cortex, does not depend on the actual size of that part. Rather, it depends on its relative function and importance of the motor function. بالتالي, our brain looks to our body in this form. Very big and large hands, face, lips, and tongue, and small other parts of the body, because the relative and because of the importance of the hands and face, hands important for the skilled action of us, في حين الface important for the speech and for the expression. So, the size of somatographical map or somatographical representation depend on the relative importance of that part rather than the size, the actual size of it. طبعا هذا somatographical map أو representation ما موجود فقط بالcerebral cortex. الأساس وأحسن عملية وأحسن صيغة وأوضح طريقة راح يكون موجود بالprimary motor cortex وموجود بالother levels. أيضا نفس الخريطة موجودة بالtract اللي ينزل من عندها, موجودة بالcerebellum, موجودة بالbasal ganglia, وموجودة إن أني معظم الأجزاء اللي إلها علاقة بالموتور سيستم بالردي نيوكليوس موجودة, لكن واضح جدا هذا representation in the primary motor cortex. بالنسبة للفايبرز اللي راح تجيني الأغلبية most of them راح تجيني بالprimary motor cortex, والprimary motor cortex راح تطي الكمانز الأوامر اللي تنبني عليها الحركة مالتنا. أي order إحنا نسويه, هاي الorder وهاي الكوماند راح تعتمد على direct information from the motor cortex. وبعدين مثل ما نعرف بعد ما ينزل الأكسون من ال primary motor cortex ال upper motor neuron راح تنزل in the white matter of the spinal cord, وينتهي لي على two types of lower motor neuron, عندي alpha motor neuron and gamma motor neuron موجودة بال spinal cord gray matter, وهاي راح نسناخذها بعد قليل. فالديسندنج تراكت راح يبدي لي من البري سنترال جايروس وراح ينزل بالبرين ستيم وطبعا يعبر للاوبوزيت سايد وينتهي لي بالسباينال كورد. ومن يجي ناخذ كروس سكشن اوف ذا سباينال كورد راح نشوف مثل ما نعرف السباينال كورد مكون من جراي ماتر تاخذ شكل الهورس شو واللي تكون موجوده ان ذا سنتر وسراوندد باي وايت ماتر اللي تحتوي لي على التراكتس. بالنسبة للموتور سيستم دائما راح يكون in the ventral portion, مثل ما نعرف احنا نقسم spinal cord الى dorsal, وهذا الدورسال راح يحتوي على الاغلب هو sensory, في حين الventral راح يكون motor. فاحنا عندنا موجود عندي بهذا وهذا اللاترال, ايضا راح يكون عندي lateral corticospinal tract, rubrospinal tract, وعندي medullary reticulospinal, lateral vestibulospinal tract, pontine reticulospinal tract, بالإضافة إلى tectospinal tract and ventral corticospinal tract. راح نمر عليها يعني بتفصيل بسيط. بالنسبة للlower motor neurons, cell bodies موجودة بالgray matter of the spinal cord in lamina 9 راح تكون موجودة, اللي هي عبارة عن motor neurons, وتكون عادة ايضا موجوده بالنسبه للبرين ستيم موجوده بالموتور نيوكلياي اوف كرانيال نيرفز موجوده within the brain stem. طبعا السيل بوديز هذه ريسيف دائما الشغل مالتها يعتمد على direct and important continuous input from the upper motor neuron, ما تشتغل وحدها اللور موتور نيورون. وبعدين الاكسونز مالتها هاي مالتها الاكسونز corresponding اكسونز مال اللور موتور نيورون راح تخرج خارج spinal cord أو خارج cranial nerve nuclei حتى تكون لي peripheral nervous system, وعادة راح تنتهي على راح نكون نهايتها على muscle أو على gland أو intrafusal muscle fiber راح نتكلم عليها بعد شوية. وطبعا دائما قلنا الكنترول يعتمد لي على upper motor neuron. احنا نقسم motor neurons اللي موجودة بالspinal cord إلى two types, alpha motor neuron and gamma motor neuron. الألفا موتور نيورون اللي هي الفايبرز اللي تطلع من عندها والأكسونز مالتها راح تروح للمصل,
ومن تروح للمصل راح اسوي لي سكيليتال السكيليتال مصل وسوي سكيليتال مصل كونتراكشن. هذه الالفا موتور نيورون. الجاما موتور نيورون راح تروح لما يسمى انترافيوزال مصل فايبر، او الحاله الثانيه نسميها المصل سبندل، راح نتكلم عليها بعد قليل، وهذه لها دور كبير جدا بالكنترول اوف سموث اوف سكيليتال مصل فايبر كونتراكشن، راح نحكيها بعد شويه. يتمثل لي المصل سبندل تمثل لي سنسوري اورجان بريزنت وذين ذي مصل، راح نتكلم عليه بعد قليل. بالتالي انا عندي فايبرز راح تجيني راح تخرج منها من الالفا موتور نيورون، راح تطلع بالسباينال نيرف، وراح تطلع اكيد بالفنترال روت. من الفنترال روت راح تدخل وراح توصل للمصل، تغذي المصل بالانفورميشن اللي هي مهمه، في حين المصل سبندل اللي هي عباره عن سنسوري اورجان سميها انترافيوزال مصل فايبر، الفايبرز مالتها موجوده بداخل السكيليتال مصل او الاكسترافيوزال مصل فايبر اللي هي اليوجوال سكيليتال مصل فايبر، وراح تدز كونتينوس انفورميشن اباوت ذا لينث اوف ذا مصل فايبر مالتها ورايت اوف تشينج ان ذا لينث اوف ات مالت المصل سبندل. هذا التغير بالتشينج واللينث مالتها طبعا يعتمد اعتماد مباشر على الاكسترا فيوزال مصل فايبر سبلايد باي الفا موتور نيورون. بعدين هاي الفايبرز راح ترجع من عندها، ومثل ما قلنا بما انها هي سنسري راح تدخل عن طريق الدورسال روت، من الدورسال روت الى الدورسال هور، وتنتهي لي بالجاما موتور نيورون. هسه راح نتكلم شنو هي الموتور يونت وشنو الكو اكتيفيشن. الموتور يونت اللي هي عباره عن number or group of muscle fibers supplied by single spinal nerve or spinal segment. يعني أنا عندي مثلا C5 cervical segment fifth cervical segment supply group of muscle. هاي group of muscle اللي supplied by fifth cervical segment أسميها motor unit of the cervical of fifth cervical segment. Okay. هاي الموتور يونت. المجموعة المصل supplied by single segment of spinal cord or single spinal nerve or spinal level، هاي سميها motor unit. okay. المصل co-activation، شنو نقصد بالمصل co-activation؟ احنا نعرف انه احنا to perform a movement لازم اي movement لازم نسويها لازم نسوي contraction of the agonist muscle and relaxation of the antagonist muscle. احنا المسلز مالتنا كلها مرتبة بصورة متعاكسة، agonist antagonist، اكو flexor اكو extensor، اكو abductor اكو adductor، اكو pronator اكو supinator، كل مسل جروب هي متعاكسة. وحتى نسوي اي حركة مثلا flexion نسوي لازم نسوي contraction of the flexor muscle relaxation of the extensor muscle. اذا نسوي co-activation انه both of the muscle fiber الagonist والantagonist راح تتقلص at the same time، ما راح تصير حركة لكن راح تساعدني لتثبيت الجسم during activity. مثلا احنا بالstanding لما احنا واقفين بالposture احنا نحتاج نسوي co-activation of the muscles الagonist والantagonist muscle الflexors والextensors حتى نحافظ على مالتنا الوقفة، بالتالي راح نحافظ على posture مالتنا والstance prior to achieving movement، فهي نسميها muscle co-activation. طبعا الموتور يونت راح تكون هنا randomly distributed within the muscle fascicle، الفايبرز راح تجيني randomly distributed within the muscle fascicle. Within each motor unit the muscle fibers have same physiology contraction speed and susceptibility to fatigue، هاي راح ناخذها بعد شويه. Within each motor unit the muscle fibers have same biochemical profile، ايضا هاي المفروض ماخذيها in the previous modules. فالالكتريكال اكتيفيتي اللي راح تصير بالموتور يونت انه طبعا الموتور يونت تعتمد على الاكشن بوتنشال. اكشن بوتنشال راح يجينا عن طريق المصل فايبر، المصل النيرف فايبر، النيرف فايبر راح يوصل نيورو ماسكولار جنكشن، نيورو ماسكولار جنكشن راح تنقل هذا الاكشن بوتنشال بداخل المصل حتى كرييت مصل كونتراكشن، فبالتالي يعتمد لي على المصل كونتراكشن. انا عندي سمول موتور نيورونز اند لارج موتور نيورونز. السمول موتور نيورونز هي عادة تكون اكتف
يعني اكثر وكميتها اكثر وتكون اكتف، يعني اكثر الوقت هي راح تكون اكتف زين، وهاي راح تحافظ لي على المسل تون، حتى نحافظ من خلالها على المسل تون اوكي. في حين اللارج مسل فايبرز راح تفيدنا تو بيرفورم ذا موفمنت او لارج موتور يونتس. السمول احنا لازم نعرف انه احنا ديورينج ريست لما احنا ما نسوي اي حركه احنا عندنا المسل مالتنا بيها في التون معين زين، هذا التون راح يحافظ لي على المسل ديورينج ريست. بالتالي من اللي راح يسوي لي هذا البيزل تون؟ البيزل تون راح يسوي لي هي السمول موتور نيورونز، راح تحافظ لي او سمول موتور يونت راح تحافظ لي على البيزل مسل تون اوكي. لكن احنا لما نريد نسوي كونتراكشن، لما نريد احنا بمكان ما احنا ديورينج بيزل تون نريد نسوي مسل كونتراكشن، نريد نسوي فليكشن اوف ذا البو، ايش نحتاج؟ يا اما فورس سميشن يعني نزيد الفريكوانسي اوف ذا مسل كونتراكشن، بمكان ما كانت المسل المسل فايبر كونتراكت 10 تايمز بير مينيت نريد نسوي احنا هسه حركه راح نزيدها نسوي 100 تايمز بير مينيت. سوينا زيدنا الفريكوانسي اوف مسل كونتراكشن ببروسيس سميناها فورس سميشن. الحاله الثانيه اذا ما كفت هذه الكونتراكشن وردنا مور سترونج كونتراكشن او سترونجر كونتراكشن راح نسوي ريكروتمنت اللي راح نعتمد على لارجر اماونت نايبر نايبر هود، نعتمد على المسل فايبرز المجاوره نخلي كونتراكشن. بمكان ما الحركه سويناها ب 100 مسل فايبر احتاجينا فورس اعلى، راح نزيد المسل فايبر ال 100 تصير 1000 والفريكوانسي بمكان ما كان 10 بالدقيقه نزيدها الى 100 بالدقيقه. فاذا نجيب اكثر من مسل فايبر المجاور راح نسميها سايز برنسبل، واذا نزيد الفريكوانسي اوف مسل كونتراكشن مسل فايبر كونتراكشن نسميها انكريزنج ذا فريكوانسي. بالتالي نحصل حركه نزيد البيزل تون عن طريق الفورس سميشن فريكوانسي وسايز برنسبل. هذان الطريقتين راح نحافظ على وراح نسوي نحافظ على مسل تون وراح نسوي مسل كونتراكشن. طبعا احنا مثل ما قلنا قبل قليل normally in awake person the lower motor neurons stimulate muscles electrically during rest واحنا قاعدين ما نتحرك، اكو basal tone. هذا البيزل تون طبعا ناتج من continuous stimulation of small motor neurons and small motor units اوكي. فانا عندي minimal contraction of the muscle mediated by these small motor neurons اوكي، هاي نسميها muscle tone او basal muscle tone اوكي. وهذا مهم جدا بالexamination مالتنا لما نفحص بالneurological examination of the nervous system، مهم جدا نفحص ايش قد البيزل muscle tone، هو له اهميه بالexamination وله اهميه بالmaintaining of maintenance of body posture مثل ما قلنا قبل شويه. بالاضافه الى testing the tone، اول طريقه قلنا testing the tone، الطريقة الثانية for testing the neurological neurologic system هي الرفلكس. الرفلكس هو involuntary alert automatic reaction to specific stimuli. طبعا هذا الرفلكس does not require the interaction or participation of the brain. هذا يسوي spinal cord، سميها spinal cord reflexes. هاي رفلكس تصير بالspinal cord. ومن الأمثلة الشائعة عن الرفلكسز كثيرة جدا هو الستريتش ريفلكس اللي احنا نسويه بالفحص اللي بالواسطة الهامر. هذا الفحص لما نستخدم الهامر ونضرب الباتيلر تندن ونلاحظ الحركة مالت الفوت والليج، هذا نسميه ستريتش ريفلكس. وعندنا مثال آخر إلى هو الوذدراول ريفلكس اللي هو لما لنفترض احنا بدون انتباه ويصير عندنا في حالة بين كأنه نلمس فد هوت اوبجكت او فد شيء مباشرة احنا راح نسحب ايدنا من السايت اوف بين، هذا نسميه withdrawal reflex. هذا النيم من أمثلة الرفلكسز mediated by the spinal cord without the interaction of the brain، مهمة جدا لحماية الجسم أيضا وإلها أهمية in the testing or in the examination of nervous system. طبعا الباثوي مالت الرفلكس نسميه reflex arc. الرفلكس arc راح يكون عبارة عن receptor، قد يكون هذا receptor عبارة عن skin في حالة ال withdrawal reflex، او قد يكون المسل سبندل في حاله الستريتش ريفلكس. الافرنت نيرف فايبر راح ينقل المعلومه للسباينال كورد، انتجريشن سنتر ويذين ذا سباينال كورد، وافرنت نيرف فايبر اللي راح يرجع المعلومه للمسل، والافكتور اورجان اللي هي عاده راح تكون مسل.
والرفلكسز اعتمادا على عدد السينابسز in the integration center نقسمها الى monosynaptic and polysynaptic reflexes. وقلنا الأمثلة على الرفلكسز، المثال المهم جدا هو المصل ستراتش رفلكس او ستراتش رفلكس او المايوتاتيك رفلكس، وهذا هنا راح يبدي العملية لما تكون الليج ريلاكست ونسوي نستخدم الهامر حتى تو هيت ذا باتيلر تندن. النورمال ريسبونس راح يصير هنا في هذه الحالة من نضرب باتيلر تندن راح السنسوري ريسبتر المصل سبندل راح يصير بي ستريتشنج تنشن، راح ينجر المصل سبندل، هذا راح يودي المعلومة بالسنسوري نير فايبر الافكتر نير فايبر يوديها الى انتجريشن سنتر موجود بالسباينال كورد. هذا الانتجريشن سنتر مباشرة راح تجي هذه ترجع على الفا موتور نيورون راح تخبرها شنو there is a stretching of the muscle spindle. هذه ايش راح تسوي؟ راح تسوي contraction of the leg contraction of the muscle itself حتى تمنع هذا stretching، بالتالي راح تحافظ على المصل من المصل تير او المصل انجري. هذا هنا اذا نلاحظ هاي العملية هي monosynaptic سينابس واحد، راح يصير العملية راح يصير contraction وراح تحرك الفوت لقدام سبب contraction of the this muscle quadriceps. هاي العملية مثل ما نشوف هي عبارة عن monosynaptic reflex مباشرة اجتي وسوت سينابس واحد، لكن هي there is other actions راح تصير. الاكشن الثاني راح تكون اكو تروح على interneuron حتى مثل ما قلنا سوي inhibition of the hamstring muscle biceps muscle biceps brachii muscle راح يصير لها inhibition حتى احنا قلنا اي حركة لازم يصير contraction of agonist and antagonist. هاي الانتاغونست هنا راح يصير بها relaxation عن طريق interneuron، وبالاضافة الى ذلك المعلومة ايضا راح تروح للبرين، لازم تروح المعلومة للبرين، لكن الرفلكس اللي سوالي هاي الحركة هو مونو سينابتيك. هذا الانتجريشن سنتر مالته موجود هنا، فبدأ بسنسوري أورجان اللي هو المصل سبندل والمعلومات راحت بسنسوري نيرف ووصلت مباشرة إلى انتجريشن سنتر موجود بالسبينال كورد، سوت سينابس مباشر مع الألفا موتور نيورون اللي رجعت المعلومات عن طريق موتور نيرف فايبر إلى الأفكتر إفكتر أورجان واللي هي muscle skeletal muscle سوت لي contraction of the muscle. At the same time within the integration center اكو inhibitory interneuron سوت لي inhibition للhamstring muscles حتى تسوي لي relaxation full relaxation of the hamstring muscle، وكذلك المعلومات صعدت الى البرين حتى تخبر البرين بالايفنت اللي صار، وهذا سوالي the knee jerk اللي هو جزء مهم جدا بالneurological examination. طبعا هاي العملية اللي حكيناها هاي الرفلكس، والفا موتور نيورون طبعا larger than gamma موتور نيورون. المصل سبندل هنا راح نتكلم عليها مثل ما قلنا، المصل سبندل هي sensory organ موجودة بالسكليتال المصل فايبر ونسميها intrafusal المصل فايبر موجودة بداخل المصل، في حين السكليتال المصل فايبر اللي يسوي للكونتراكشن هي نسميها extrafusal المصل فايبر. مهمتها تحفز لي هي stretch receptor تدز معلومات continuously updated information للبرين about the state of muscle length شنو الطول اللي بالمصل و rate of change in the muscle length، تودي المعلومات بصورة مستمرة للبرين وخصوصا للسربيلم تخبره بالمعلومة اللي دا تصير. أوكي، كل مصل بيها عدة آلاف من المصل سبندل وعادة نسميها قلنا intrafusal muscle fiber ومهمتها هي تغيرات في length of the muscle. اوكي okay. طبعا هاي المصل ستريتش ريفلكسز تعتمد لي على من نستخدمها نفحص بها كل مجموعه، يعني كل ريفلكس يسوينا ريفلكشن على سباينال سيجمنت، وهاي السباينال سيجمنت احنا نعرفها كل واحد مثلا الني جيرك او الني فليكشن اللي سويناه قبل شويه، الانكل عفوا سويناه قبل شويه هو بواسطة quadriceps اللي هي L3 L4، في حين الني جيرك أو الني فليكشن راح يسوي لي بالأسوان، فكل واحد من هذين الرفلكسز وكل حركة من هذين الحركات راح تعتمد لي على فد spinal level خاص، وهي هاي وهذه الكي spinal levels هذول اللي نحفظهم. طبعا الهاير سنتر بالاضافه الى انه توديني كوماندز تو كنترول ذا موتور موفمنت راح يسوي لي انهبيتوري سنتر من هاي الديسندنج تراكت، لها دور مباشر انهبيتوري سنتر مباشر عليها.
اوكي. فاللور موتور نيورون هي اندر تونيك انهبيشن فروم ديسندينج تراكتس. اوكي، هذا الانهبيشن عاده راح يكون على الالفا موتور نيورون لانه هي لارجر ان سايز اند لو انبوت ريزيستنس، والمينيمال راح يكون على الجاما موتور نيورون لانه هي سنسري. الجاما موتور نيورون هي continuously active and therefore muscle spindle always send information about the muscle length to the spinal cord except when the muscle is in contraction. As the gamma nerves are continuously active, continuous activation of the sensory spinal nerve that subsequently excite alpha motor neuron resulting in muscle tone. بالضبط. إذا العملية إنه إحنا دائما أنا عندي lower motor neuron under direct inhibition of the descending tract خصوصا للألفا، وlittle inhibition على الجاما. الجاما لها دور كبير لsensation، تنقل sensory information للبرين، بالتالي راح تحافظ لي على المسل تون وراح تمنع المسل lengthening and muscle stretching، وبالتالي ممكن يصير عندي muscle tear. spinal motor center spinal cord ب motor center معينة. زين، هاي طبعا الموتور سنتر مكونة من نيورونز عادة انتر نيورونز and their connections، وهاي النيورال سنتر او الموتور سنتر موجودة بالسبانال كورد مسؤولة عن مجموعة من الحركات اديها لوحدها. مثلا الووكينج، الووكينج مجرد السيربرال كورتكس تخبر السبانال كورد to perform the walking، والسبانال كورد هو اللي راح ينظم الحركات مات الووكينج، انه نقدم واحدة من الاقدام ونأخر الاخرى وهكذا. هاي العملية مع السوينجينج اوف ذا هاندز، هاي كلها راح يقوم بتنظيمها السبانال كورد، بالاضافة الى other movement like micturition وغيرها عبارة عن motor centers موجودة within the spinal cord. لكن هاي الموتور سنتر هي ما تشتغل وحدها اكيد، هي اعتمادا على continuous inhibitory information and centers from the higher centers اللي هي البرين. برين اوكي، لما يروح هذا الانهبيشن اللي دايجين من البرين راح نقوم بهذه العمليه، راح spinal cord راح يقوم بهذه العمليه. اوكي، شكرا جزيلا.